خلال سنواته في الرئاسة اتخذ ترامب قرارات وصفت بالاستثنائية، الكل وصفها بأنها قرارات استثنائية، منها أنه حول التمويل العسكري نحو بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ونفذ سياسة فصل العائلات المهاجرة في الولايات المتحدة، وبدأ حرب تجارية مع الصين، وسحب الولايات المتحدة من العديد من الاتفاقيات، منها اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، ومنها اتفاقية باريس بشأن تغيير المناخ، ومنها الاتفاق النووي الإيراني. بفضل هذه السياسات حافظ ترامب على ولاء القاعدة الانتخابية التي صوتت له، قاعدة بتمثل تيار الشعبوية الأمريكية. Trump has left the building. Over. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way, and I will never be moving. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country, and we will make America great again. America will always rise to every challenge and overcome every danger. كان ترامب أول رئيس أمريكي بيتعرض لمحاولة العزل مرتين. في 18 ديسمبر 2019 وافق مجلس النواب على دعوة عزل ترامب الأولى، التهمة بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. كان وراء الاتهام قصة بدت خفية، حاول جاهدا إقناع رئيس أجنبي بالتحقيق في أنشطة جو بايدن وابنه هانتر. الرئيس الأجنبي هو الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. اتهم ترامب بالضغط على حكومة أجنبية للتحقيق مع خصمه السياسي. كان مبرر التحقيق أن ترامب ضغط على زيلينسكي بمبلغ 400 مليون دولار من المعونة الأمريكية لأوكرانيا حتى يستجيب لما يريد. قدم للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ولكن تم تبرئته في فبراير 2020. في 13 يناير 2021 وافق مجلس الشيوخ أيضا على دعوة عزل ترامب للمرة الثانية. كانت التهمة هذه المرة التحريض على العصيان والتمرد. حدث ذلك قبل أسبوع واحد من نهاية رئاسته. برأه مجلس الشيوخ فيما بعد. كان ترامب قد رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ورفض أيضا الاعتراف بشرعية فوز جو بايدن. كان بايدن قد فاز في الهيئة الانتخابية بأغلبية 306 مقابل 232 لترامب. وقف ترامب في وجه النتيجة معترضا عليها، اتهم الهيئة الانتخابية بالتزوير على نطاق واسع، وحث مؤيديه على السير نحو من الكابيتول حيث الكونغرس. بالفعل هاجم مؤيدوه المبنى يوم 6 يناير 2021، وقدم ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، لكن تم تبرئته بعد أسابيع من انتهاء رئاسته. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.